يعني سؤال صغير بس جاوبوني عليه بمنتهى الصراحة. يا جماعة رجعت على اليوتيوب أنا، يعني مصدقين أنتوا، وعدي سؤال هم تجاوبوني عليه بمنتهى الصراحة، بس قولوا لي يعني هذا الأوتفت ما عليه 10 من 10؟ شنو الوضع شنو؟ بس قولوا لي. قالوا تعالوا تعالوا خل أشوفكم فتشي. جنط سفر 1-2 وبعد وحدة جوة للعراق. يلا فلوق امشوا تعالوا. وصلنا جاهزين للعراق. شوفوا كملت اللوك بهذا الجاكيت. يلا يلا كلش متحمس للفلوقات وراح اونسكم صديوني. يلا بوس بليز جو تو تيرمينال 2. هذا الدكتور. ثانك يو. سلمنا الجنط وهسه التكت صار جاهز بايدينا ويلا للطياره. الله اكبر. يلا وصلنا لبغداد، وصلنا الاجواء بغداد وايقاع بغداد. يابا فد متحمس انا. شنو اول شيء مشتاق الام والاخواتي راح اروح اشوفهم. هذول واحد لازم اداريهن. فدوى لقلبك فهمتني انت بعد. شنو الوضع؟ خبان اختفيت من عندكم، لا صورت لكم اهلي لا شيء، لان تتذكرون غرفتي يا جماعه؟ ما ادري هواي هواي مختلطه الامور والمشاعر عندي. حيل فرحانه باي الرجعه، وبارحه قضيت الوقت كلي تاوية اهلي وعمتي كانت موجوده يمنا، فظلينا هاي السوالف والهوس اللي تصير على العشاء والقعده الحلوه. وهسه راح تبلش جولتي ببغداد حتى اكمل شغلي، بخليكم وياي بهذا الفلوق الحلو. تسألون وين؟ أنا أول ما وصلت بغداد جيت أصور فيديو كليب جديد. هذا يعني هذا الفلوج أتوقع راح تشوفوه، يعني شلون أقول لكم إنه الفيديو كليب بيكون نازل والفلوج هذا ينزل وراه، فأكيد أنتوا شفتوا الأغنية بكل بساطة وحبيتوها وبس. هسا إحنا مكان التصوير. أحمد دي جهز الكاميرا مالته، مخرجنا الجميل صكوكي هذا. بس التليفونك دي يصورون شنو؟ مستحيل. هذا المكان ايش بيه؟ ما علي درجة. انا صرت جاهز تقريبا للفيديو كليب، بس شوفوا لي الموديل اللي موجودة وياي. ايش قد حلوة، ايش قد جميلة. لحظة سيلين جاهزة؟ جاهزة كلش؟ ايش راح نسوي؟ نحو الدنيا. مكان عظيم. جاهزين؟ ان شاء الله. شباب اعطونا بلاي باك. يلا دقيقة. بلاي باك. بعد شوي. مرحبا مرحبا. شنو هالحلاوة؟ هاي بسلس. هاي بسلس احنا هسه وصلنا ومنتظرين العالم يتجمعون. هاي هنا سلس. لك مشتاق لك. تعال 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 تعال. هلا ناخذ صورة انا وبيبر وكيري دي صور. ريتم شنو نجيك شنو نسوي؟ بابا هيك هيك. وانت تريد اللوكيشن دخيل شباب. أبو لوكيشن علاوة من باخد بوس.
يا بهذا الاوتفيت مع علي درجه ويا اصدقائي اللي بس يعثرون هوايه. ترى شنو اكو دم هنا انت؟ ايه صدق والله؟ عافيه كيف مضايع. انا اشبه مصاص الدماغ فيك. بس شوفوا ايش قد جايين. شوفوا. مكان مترس عليه. سلس هنا. كلش حلوين شباب العراق. المكان دمار. وهذا الشربة زبيب من حج زبالة. كبسول. هذا أحد الضيوف الجاي اليوم. هلا وهلا 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 وهلا. شباب جايين على مود التجمع. شنو رأيكم بالمكان ما سلس؟ حلو مرتب والله. حلو؟ حبيتوا؟ راح تجوا هواي بعد؟ طبعاً. راح تجوا؟ إن شاء الله. جمعوا الناس اللي جايين اليوم. لما يتوتر ولازم اعلم الحكي اللي لازم يحكي لهذول الناس اللي جايين. بيبر ايش راح تقول لهم؟ السلام عليكم بعد اخوكم انا. لا لازم تقول شفنا الشباب صح والدم الدم. شفنا شباب جيتكم نورتوا سلس واهلا وسهلا. اتمنى تحكون شيء حلو عن سلس. اوكي. سلس هذا مكان اول مره يكون في العراق ولا في بغداد؟ هي اول ما احس بالعراق. اوكي اي متوتر متوتر. اول مره يصير بالعراق. اي وهذا الشيء كلش حلو. انا صوتي بيت بغدادي. لازم على صوتي. هذا البيت بنيته من البيج على الانستغرام. اتمنى تجون السلس وتشوفونه شيء حيل حلو. واتمنى تطلعوا الطريقه صح. لازم نكافح. بيبر انا عارفه من زمان قبل ما يدخل عالم التمثيل وقبل 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 شخص مكافح. هم هذا بيبر عنده بيت بغداد كبرى باقوى مكان بالعراق اللي هو شارع ابو نعاس. يعني هذا اقوى انجاز له. يعني ما يستاهل صدقه بيبر. شباب نصيحة من عندي، أي شخص يحس بنفسه إنه هو ما يقدر يصير هذا خليه يحط على نفسه علامة يأس. يقدر يصير. وهذا بيبر أبسط مثال. أكو دائما كلمة شنو أقولها بيني وبين نفسي، إنه الشخص إذا يحيط نفسه بأصدقاء ناجحين وينجحوه راح يوصل. فهاي نصيحة مني لكم، أي شخص يحس بصديقه اللي بصفه إنه هو ما بيحيل يصير يشجع يصير. وتشجعوا سووا شغل لكم. احنا شاطرين، احنا عراقيين، احنا شباب كلش مرتبين واحسن من كل العالم. متفقين؟ اكيد. مشترين شربة زبيب من حج زباله. مشترين كيس شربوا راح يخرب والله. شربوا والله كلش طيب. كله بغدادي. شكرا للجيش. شكرا. برافو سلس. خلص خلصت فلوسكم. شكرا. شكرا. دول الشباب شنو رايكم بتجمع اليوم؟ كلش حلو. اجواء الاجواء حلوه. شكرا حبيبي. شوف الاجواء مال الناس. حلوه الاجواء صح؟ مو تريد صوره بس بجهازي؟ لان جهازي عادي. ناخذ 10 صور هسه بتليفوني. تعال تعال هنا اوقف هنا على مود الضوء. حلو. شنو رايك بالتجمع مال اليوم؟ كلش حلو. يعني انا ما صورت هوايه بس لين كانت هوسه شفت؟ فكره كلش حلوه والله. يعني مكان كلش مكان حلو. اي والاشخاص اللي بيه كلش مرتبين. يعني على النجم يعني حلو. على النجم وانتم حلوين. انتم مرتبين. خبلون. يلا ناخذ صور. اشتاق لموت ومن صدق قلبي على شوفه محترق. صدقوني والله يا خلق روحي محتاره. كل عمري له من طين ذر. ما اقبل بغير بشر. عمرين وروحي تنتظر. شوف وين داره. شوف وين داره. ايوه انتم ماخذين اللحن من حمودي صح؟
اوكي راح اسوي شنو؟ راح اقول لك دوس المطر يا لولو نقلي بالكم نعرفك عرفه لخلي دوس المطر يا لولو نقلي بالكم نعرفك عرفه لخلي كل مرة يزعل هاي متلون هذي زعل شو صار طول كنت انا ظنك ماي ما تتبدل ونسيت ان الماء ممكن يغلي قوس المطر يا لونك قلي قوس المطر يا شنو هاي المفاجأة هاي هسه؟ طبعاً شلون؟ والله أنا كلش هسه اليوم هم جاي على التجمع بيننا وبرلين، شنو رأيكم باليوم؟ حلاوي أنت محلي هذا اليوم كله ثانك يو بس كنت كلش مشتاقة إنه أشوفك من بعد أربع سنين إي بس بعد غياب ثلاث سنوات ونص ثلاث سنوات أوكي يلا والله راعي وإن شاء الله موفقين شكراً حبيبي ثانك يو نصور إحنا شباب يلا تجمع اليوم كان شقاقي فرحان بك هواية وشكرا لكل الناس اللي اجوا اليوم علي تتبع على فلوقاتك متحمس وما اعرف شنو اسوي بس يعني من اكل ابو على فلوقاتك من قاعد مطعم بوجه اي شيء ابو على فلوقاتك هسه انه انا من ضمن الفلوق عندي شركه ملابس واو حبيبي يعني هذا انجاز عظيم حبيبي وانا همات فرحان بيك وشكرا لكل الناس اللي جاوا اليوم باي باي.